من عائلة S20 ولكن بسعر مقبول. شاومي تستعرض للمستقبل وهواتف قادمة ضد الكسر والصدمات. أهلا بك في نشرتك. هذه الحلقة برعاية كاسبرسكي. كاسبرسكي يحمي حياتك الرقمية. ما تنسوا المسابقة أصدقائنا لتربحوا 3 بطاقات جوجل أو أمازون أو متجر هواوي جاليري ستور بقيمة $50. الشروط بسيطة: الاشتراك بالقناة وتفعيل جرس التنبيهات وشير لحلقة نشرتك، وتدخل الرابط اللي تركناه أسفل الفيديو وبعدها تجاوب على هذا السؤال: ما هي أفضل ميزة في هاتف نوفا 7؟ يلا الجوائز بتستناكم. هناك من يتمنى شراء هاتف S20 بلس لكن السعر في العلالي يا بلح. الآن في هذا التقرير نستعرض لكم تسريبات S20 لايت مع بعض الاختلافات مع S20 بلس، خاصة السعر. إذا ذهبت إلى موقع سوق.com التابع لأمازون وأردت شراء هاتف جالاكسي S20 بلس، فعليك دفع ما يقرب $1000 بما يعادل 3360 ريالا سعوديا. أما إذا أردت جالاكسي S20 ألترا فعليك دفع $1100، وهي أرقام فوق طاقة غالبية المستخدمين العرب. فما الحال إن كنت معجبا بهاتف S20 من سامسونج ولا تملك هذا المبلغ المرتفع؟ سامسونج ردت عبر تسريبات تؤكد أن الشركة تستعد للكشف عن هاتف S20 لايت من نفس العائلة لكن بسعر أقل ومواصفات قوية. وكشف أحدث تسريب يخص S20 لايت أن الهاتف سيأتي ببطارية 4500 ملي أمبير، وهي أكبر من S20 العادي الذي جاء ببطارية 4000 ملي أمبير فقط. ويشاع أن الهاتف سيأتي بشاشة تتراوح بين 6.5 إنش و 6.7 إنش ومعدل تحديث 120 هرتز. كما تظهر بعض التسريبات أنه قد يأتي على طريقة S10 لايت مع شاشة مسطحة وليست منحنية من الجانبين، كما أن الدقة ستكون Full HD Plus حسب التوقعات وليست Quad HD Plus، وهذا أيضا يخفف من التكلفة. لكن الخبر الجيد أنها ستبقى من نوع Super AMOLED من حيث الفئة، وسيبقى في فئة الهواتف الرائدة مع معالج سناب دراجون 865. وفيما يتعلق بالكاميرا فإن التوقعات تشير إلى أن الهاتف سيأتي بعدسة 12 ميجا بيكسل وعدسة بزاوية واسعة 12 ميجا بيكسل أيضا وعدسة 8 ميجا بيكسل تليفوتو مع تقريب بصري حتى 3X. سيدعم الهاتف ميزة مقاومة الماء والغبار بمعيار IP68، وسيتوفر منه أكثر من نسخة. سيدعم شبكات الجيل 5 والـ4. أما عن السعر فهو واحد من أهم المعلومات التي يسعى لمعرفتها المستخدم، فالتسريبات تقول إنه سيبلغ $750، وبحسب التسريبات فإن الهاتف سيتم إطلاقه في شهر أكتوبر المقبل. الهواتف تأتي مع طبقة حماية. هذه الطبقة الزجاجية تخرج مع وجبة معكرونة بالبشاميل من مصنع واحد. إليك السر. بالتأكيد تعرف طبق الزجاج بايركس الشهير مع وجبة المعكرونة بالبشاميل، لكن ربما لا تعلم أن هذا الزجاج من إنتاج شركة كورنينغ الأمريكية التي تصنع أيضا زجاجا آخر نستخدمه كل ساعة يوميا. الكلام عن زجاج غوريلا جلاس لحماية شاشات الهواتف من الخدش والكسر والصدمات. شركة كورنينغ أعلنت عن الجيل الجديد من الزجاج الذي أطلقت عليه اسم غوريلا جلاس فيكتوس، وقالت إنه الأشد متانة على الإطلاق حتى الآن. الزجاج الجديد يتحمل السقوط على ارتفاع 2 متر، كما أنه الأول منذ سنوات في مقاومة أصعب أنواع الخدش خاصة مع المفاتيح والعملات المعدنية على حد قول الشركة. الشركة واجهت بعض الانتقادات بسبب عدم التطور الكبير على زجاج الحماية آخر 3 سنوات، بل كان الأمر يتعلق بالتطوير والتحسين. والعديد اشتكى من كسر شاشة الهاتف التي تحتوي على زجاج حماية غوريلا جلاس 6، ويبدو أنه هذه المرة الأمر مختلف إن صدقت تصريحات الشركة. فالزجاج الجديد مقاومة الخدش فيه ضعف التي جاءت مع غوريلا جلاس 6 وأربعة أضعاف المقاومة الموجودة في زجاج الحماية من الشركات المنافسة. كورنينغ ذكرت أن الزجاج نجا من 20 عملية سقوط من ارتفاع متر،
وللمقارنة نجا زجاج غوريلا غلاس 6 من 15 عملية سقوط من الارتفاع ذاته. فالشركة تؤمن هذه المرة أنها لم تقم بتحسين وتطوير الزجاج السابق، بل عملت على تحقيق قفزة كبيرة. لذلك قررت هذه المرة أن تغير اسم الإصدار كاملا إلى غوريلا غلاس فيكتوس، وهي مشتقة من اللغة اللاتينية وتعني النجاة، بدلا من غوريلا غلاس 7. أما عن التوقعات فهناك توقعات أن هاتف جالاكسي نوت 20 في 5 أغسطس المقبل سيكون محميا بهذا الزجاج. مي ميكس ألفا، نتذكر جميعا هذا الهاتف العجيب. شاومي قررت ألا تتوقف، ظهرت تسريبات وصور تخيلية لهاتف مرعب بالمعنى الحرفي سيحمل اسم مي ميكس ألفا برو. هل تذكرون هاتف مي ميكس ألفا؟ الهاتف الذي جاء في خريف 2019 مع شاشة شلال ممتدة إلى الواجهة الخلفية؟ مي ميكس ألفا. لكن يبدو أن المستقبل مع شاومي يبشر بالخير بالنسبة لها، وذلك مع تصور لهاتف جديد وربما نراه مع هاتف مي ميكس ألفا برو. الفكرة تأتي بهاتف يحمل شاشتين ضخمتين وكاميرا بعدسة متحركة إلى الخارج مثل كاميرات التصوير الرقمية التقليدية. موقع Let's Go Digital نشر صورا ومقطع فيديو لهذا الهاتف النموذجي والذي لم تعلن عنه الشركة حتى الآن، والبعض اعتبره تصميما مذهلا. وبناء على هذه الفكرة صممت قناة Concept Creator فيديو تخيلي للهاتف بناء على الأفكار التي جاءت في الهاتف النموذجي. الشاشة الرئيسية ممتدة على الجوانب بعرض الشلال بدون حواف علوية أو سفلية، كما لا يوجد كاميرا أمامية ظاهرة، وعلى الأغلب ستأتي أسفل الشاشة مخفية. في الخلف هناك شاشة أخرى من الأسفل، وفي الأعلى جزء الكاميرا المتحركة إلى الخارج، حيث تحتل الشاشة ثلثي الواجهة الخلفية للهاتف تقريبا، وهي منفصلة بمليمترات قليلة عن الشاشة الرئيسية. الكاميرا الخلفية ذات عدسة واحدة ولكنها متحركة إلى الأمام في حالة التصوير بنظام التقريب، ويمكنها أن تحل محل 4 أو 5 عدسات. ويظهر أن الكاميرا الخلفية بتصميم دائري شبيه بتصميم هاتف Mate 30 لكن بعدسة واحدة. ولا معلومات عن دقة الكاميرا، لكن ربما تقوم شاومي بوضع عدسة ذات دقة 108 ميجا بكسل. واحدة من التحديات المهمة التي سيواجهها هذا النوع من الأفكار هو توفر واجهة استخدام ملائمة للتصميم، إضافة إلى مدى إمكانية إقناع المستخدم بفكرة جديدة ومختلفة عن الهواتف، فالمستخدم يبحث دائما عن المألوف. سؤال الأسبوع كان لمتابعينا عن أكثر الأمنيات والمميزات المرتقبة بالنسبة لهم مع الهاتف جالاكسي نوت 20. حينما سألنا متابعينا عن أكثر الأمنيات والمميزات المرتقبة بالنسبة لهم مع الهاتف جالاكسي نوت 20، وصلتنا الآراء كالتالي: أولاً، تحسينات على أداء معالجات إكسينوس الخاصة بالشركة، بل وهناك أمنيات من الجميع بتوريد إصدارات أجهزة النوت التي تضم معالجات سناب دراجون إلى مناطقنا، كونها تقدم أداء أفضل من الأولى حسب تجربتهم. ثانياً، منظومة كاميرات أفضل وأكثر توافقياً من ناحية السوفتوير، وكاميرا أمامية أصغر أو مخفية تحت الشاشة. ثالثاً، شاشة بمعدل تحديث يصل إلى 144 هرتز، حيث التنافس أصبح مشتعلاً في معدلات التحديث. رابعاً، بطارية ضخمة لا تقل عن 6000 ميلي أمبير للنسخة ألترا. خامساً، إضافة مميزات جديدة في القلم الضوئي وتحسينات بحيث يصبح أسرع وأكثر سلاسة. سادساً، شحن سلكي ولا سلكي أسرع. سابعاً وأخيراً، السعر ثم السعر، حيث قال الأخير: يا حبذا لو كانت الهواتف مطلية بالذهب نظراً لسعرها الباهظ. الفائزون الخمسة بمسابقة أجمل صور لهذا الأسبوع. للمشاركة في المسابقة تابعونا كل يوم اثنين في منشور خاص على فيسبوك. والآن أهم الأخبار. VPN Secure Connection،
تطبيق من شركة كاسبيرسكي لحماية اتصالاتك وخصوصيتك عبر الإنترنت، سواء كنت تستخدمه لإجراء معاملات مصرفية مثلاً، أو للتسوق أو للعمل من المنزل في مثل هذه الظروف، أو للتواصل الاجتماعي أو أي شيء آخر. شاهدوا حلقة أفضل برامج في بي أن للكمبيوتر والجوال وحلقة نصائح للعمل من المنزل بأمان. استخدم الرابط الموجود أسفل الفيديو وأدخل كود VPN50 وستحصلون على خصم 50% عند الشراء. تقرير يقول إن مؤتمر الإعلان عن آيفون 12 سيكون يوم 8 سبتمبر القادم، وهناك مؤتمر آخر للإعلان عن نظارة أبل الذكية وأول جهاز ماك مع معالج أبل الخاص بدلاً من إنتل. معهد MIT التقني طور كمامات طبية جديدة وبنفس جودة كمامات N95 والتي تعتبر الأفضل في السوق، لكن ميزة هذه الكمامة غسلها وتعقيمها ثم إعادة استخدامها. مايكروسوفت تعقد مؤتمر إكس بوكس للكشف عن ألعاب أجهزتها القادمة، وتم الإعلان عن حصرية إيفر وايلد ولعبة فورزا موتور سبورت لسباقات السيارات والمتعة. شاومي تشوق لهاتفها المرتقب للألعاب بلاك شارك 3S وتؤكد وصوله بالمعالج الجديد سناب دراجون 865 بلس، وهناك توقعات بأن يصل مع تقنية الشحن الجديدة من الشركة والتي تصل إلى 120 واط. نوكيا تحدد رسمياً يوم 28 يوليو الجاري موعداً للكشف عن هاتفها للألعاب نوكيا ريد ماجيك 5S، وحسب تشويقة سابقة من الشركة فإن الجهاز سيأتي مع المعالج سناب دراجون 865 بلس ورام تصل إلى 12 جيجا بايت. ومع الخبر الأخير، تسريب صور جديدة للنوت 20 وهذه المرة للنسخ باللون الأخضر والرمادي والنحاسي. يذكر أن الإعلان الرسمي يوم 5 أغسطس، ما أكثر لون مفضل بالنسبة لك؟ هواتف من ايسوس ولينوفو وون بلس، مراجعة لعبة أكشن وتجربة هاتف ريدمي نوت 9 برو. هذه الحلقات وأكثر على رقمي، شاهد الآن. إلى اللقاء.